بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد السلام والأنام محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الكرام، الحضور الأفاضل، السادة المدعون جميعا، السيد وكيل وزير الاتصالات المحترم، السيد محافظ النجف الأشرف المحترم، السيد الرئيس التنفيذي لشركة إيرثلينك المحترم، كل المدعوين مع حفظ الألقاب والمقامات، النخب والشخصيات الحاضرة، ممثلو المراكز والمؤسسات المعنية في مجال تقنيات الإنترنت والاتصالات، كل من لبى الدعوة وشاركنا حضوره في هذه اللحظات، يا من حملتم للمحبة غصنها، حييتم في حفلكم فلتسمعوا، أهديكم حبا أغر كأنه غصن عليه سلامنا يتفرع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها بارقة أمل وتجدد وعطاء تنثر عبر أيادي أبناء العراق الأوفياء الذين بذلوا جهدهم في سبيل تقديم خدماتهم لأبناء شعبهم. نرحب بكم أجمل ترحيب مع إطلاق وافتتاح وتفعيل أول كابينة للكابل الضوئي ضمن المشروع الوطني للإنترنت، المشروع الذي يعد أكبر شبكة كابل ضوئي في العراق، تنفذ بالشراكة مع وزارة الاتصالات العراقية وبأيادي وكوادر عراقية شابة مخلصة، همها الأول والأخير أن تقدم خدمة الإنترنت بأكثر جودة واستقرار تلبي احتياجات أبناء الشعب العراقي الحبيب. خير بدء مع خير افتتاح، وكما اعتادت الأسماع أن تفتح وتتحف وتطيب وتبارك، تلاوة آيات بينات من الذكر المبارك الحكيم يتلوها على أسماعكم القارئ السيد أحمد الزامني، فليتفضل إلى المنصة مشكورا. يا الله صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق بسم الله.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد. أجدد نثر باقات الترحيب بحضراتكم وطيب وجودكم أيها الأحبة الأكارم في حفل افتتاح وتفعيل أول كابينة تابعة للمشروع الوطني للإنترنت في النجف الأشرف مزودة بخدمة الكابل الضوئي، خدمة مهمة تأتي ضمن سلسلة الخدمات التي ينتظرها أبناء شعبنا بمختلف الفئات، علها تبلسم تلك الجراحات بعد أن ذاق المآسي والويلات ويبقى صامدا ومسرا على مسيره رغم كل التحديات والمعوقات. هذا العراق على الجراح تبسم، وطن إذا صمت الوجود تكلم، رأس الخلود على يديه تعمما، وجبين تربته تقبله السماء. أول كلمة في هذا الحفل الافتتاحي لوزارة الاتصالات العراقية صاحبة الشراكة والرعاية الكاملة لهذا المشروع الوطني، مع كلمة وكيل وزير الاتصالات المهندس وادي كريم وادي المحترم، فيتفضل إلى المنصة مشكورا. والحمد لله رب العالمين. السيد محافظ النجف الأشرف الدكتور ماجد الوائلي المحترم، السيدات والسادة الحضور مع حفظ الألقاب المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وزارة الاتصالات وبشراكة مع إدارة وكوادر المشروع الوطني يقطفون ثمار العمل، لطالما هذا العمل واجه تحديات ومعوقات كثيرة، واليوم أينعت هذه الثمار وسوف تصل هذه الخدمة إلى المواطنين إن شاء الله. الكل يعرف أنه الإنترنت هو من خصوصيات ومن أهم الخصوصيات لدى الناس ولدى المواطنين وأيضا إلى دوائر الدولة. هذا المشروع سوف يسهل كثير من المعاملات على المواطنين، تعتبر مرحلة أولى، ويعتبر هذا المشروع من أهم البنية التحتية لكافة مشاريع الاتصالات المستقبلية والتي هي تطبيقات الحوكمة الإلكترونية. ووزارة الاتصالات اليوم عازمة على إكمال مشروع الشبكة الحكومية المؤمنة، هذه الشبكة التي سوف تمر من خلالها جميع أعمال مؤسسات ووزارات ودوائر الدولة. المرحلة الأولى لهذا المشروع نفذت في بغداد العاصمة، وسوف نبدأ إن شاء الله إذا وفقنا رب العالمين من الشهر المقبل أنه تبدأ في المحافظات وربطها مع العاصمة بغداد. اليوم الإنترنت سوف يتحسن، أقولها أنا من هذا المنبر، والكل
سوف يقول أنه الإنترنت في العراق ضعيف، وأنا معهم في هذا التصريح، لأنه الإنترنت حسب ما نعرف يوزع غير بطريقة غير صحيحة كان سابقا. اليوم هذا المشروع سوف يسهل الأمور على المواطنين، وسوف تتحسن الخدمة إن شاء الله. كل الشكر والتقدير إلى إدارة وكوادر المشروع الوطني على جهودهم المبذولة، وإنا نوجههم من هنا أنه يستمرون في هذا العمل لإكمال المشروع بأكمله، ليس كابينة واحدة، وإنما نطمح أن تكون جميع الكابينات شغالة في محافظة النجف الأشرف. النجف اليوم هي محافظة لها خصوصية خاصة، ونتمنى إكمال باقي المشروع في بغداد وباقي المحافظات. وزارة الاتصالات سوف تكون أكبر سبورت لكم، وسوف تشارك الجميع. نتمنى من السيد محافظ البصرة، ونتمنى أن يضاعف الجهود مع الإخوان، وهو مشكورا طبعا، هو وكوادر الدوائر الخدمية في النجف الأشرف لم يقصروا. لذلك نتمنى للجميع الموفقية والنجاح في هذا المشروع والمشاريع المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ المهندس وادي كريم وادي وكيل وزير الاتصالات العراقية على هذه الكلمة. بلدي تعانق والنجوم همومه، وترود كل بعيدة عصماء، نبتت بتربته العلوم، فأنجبت ثللا مميزة من العلماء، صنعته مدرسة الوصي، ونوعت ملكاته، وبنته خير بنائي، بلد الفصاحة والسماحة والندى، ومعرس الأبرار والفقهاء. النجف تنتظر هذه الخدمة المميزة بعد محافظات بغداد وكركوك والمثنى والديوانية، لتكون هذه الخدمة ملائمة لأبناء النجف الأفاضل وزائري مرقد المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه. كلمة هذه المحافظة مع محافظ مدينة النجف الأشرف الدكتور ماجد الوائلي، فليتفضل إلى المنصة، مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا أخواتي إخواني ورحمة الله وبركاته. بداية أرحب بالسيد وكيل وزير الاتصالات أستاذ وادي كريم الحلفي، وبجميع الحضور، وبجميع التقدير والاحترام للمقامات والألقاب. حقيقة هذا المشروع جدا مهم. مثل ما تعرفون احنا عندما استلمنا إدارة المحافظة كان اهتمامنا كبير بقضية البنى التحتية والخدمات، وإحدى نقاط البنى التحتية أو مقوماتها وعواملها هو قضية أو مشروع تفعيل مشروع الكابل الضوئي وإنشاء البنى التحتية لكثير من الأمور التي تحدث عنها السيد الوكيل، قضية الحوكمة، قضية الربط بين الدوائر، قضية الكاميرات، كثير من الأمور تعتمد على هذا المشروع، فضلا عن خدمة الإنترنت المجهزة للمواطن. بداية يعني أحب أن أنوه عن جهود السيد وكيل وزير الاتصالات ومديرية الاتصالات في النجف، يعني زارونا في وقت مبكر في إدارة المحافظة وطلبوا تفعيل هذا المشروع وطلبوا استئناف العمل في هذا المشروع. المشروع واجه تحديات كبيرة، واجه معوقات كبيرة لأسباب كثيرة، قد يكون جزء من عدة هي الشركات المنفذة لهذا المشروع وتسببها لأضرار في البنى التحتية. في وقتها اتفقنا على فدالية عمل أنه يعني نحافظ على البنى التحتية في المحافظة، وشكلنا لجنة من جميع الدوائر الخدمية وبرئاسة أحد مهندسي محافظة النجف الأشرف، وانطلق المشروع بانسيابية عالية وبنسبة تقدم جيدة، ونفذ ما نفذ لحد الآن. الحقيقة فخورين جدا أنه يعني هذا المشروع رغم التلكو والتأخر لسنوات طويلة، صحيح جاء متأخر، لكن فخورين جدا أنه هذا المشروع بدأ في محافظة النجف الأشرف، كان متقدم في المحافظة، أصبح الآن يعني قد يكون متأخر عن بعض المحافظات، لكن ما زال الوقت أمامنا أنه نعوض ما فات، وفخورين جدا أنه أنجزنا ما أنجزنا خلال هذه الأشهر القليلة الماضية وبكوادر عراقية وطنية شابة مخلصة. أتمنى التوفيق للجميع، أدعو الشركات المنفذة
الحرص على البنى التحتية للمحافظة، وأدعو مديرية الاتصالات إلى إدارة عمل هذا المشروع بشكل كفو وعالي لتحقيق مواصفات عالية والمحافظة على البنى التحتية للمحافظة. نشكر وزارة الاتصالات متمثلة بالسيد وكيل وزير الاتصالات للتواصل المباشر ولمعالجة المشاكل اللي تحدث بشكل آن. شكرا جزيلا للجميع وأتمنى لكم كل التوفيق. شكرا للأستاذ الدكتور ماجد الوائلي محافظ النجف الأشرف المحترم. كوادر شابة وعقول عراقية مخلصة بذلت قصارى جهودها في سبيل أن تكون على مسافة الرقي والتألق والإبداع والتميز التقني والعلمي في هذا البلد الحبيب، همهم الأول والأخير أن ينجحوا في هذه المهمة تحت شعار يا رب على الذات ومربع جيرتي، روى معاهدك الغمام وجادا، لا أبتغي للوصل فيك نهاية أبدا ولا للعيش فيك نفادا، لا والذي سمك السماوات العلا وأقامهن وما أقام عمادا، لا أرتضي غير الأكارم معشرا يوما ولا غير العراق بلادا. كلمة الرئيس التنفيذي لشركة إيرثينك. استقبلوا معي الدكتور علاء جاسم فليتفضل إلى المنصة مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين وآل بيته الطيبين الطاهرين. السادة الحضور جميعا، السيد محافظ النجف الأشرف المحترم، السيد مهندس وكيل الوزارة الفني الأقدم، جميع الحضور مع حفظ المناقب القاب والمناصب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة من دواعي سروري الشديد ولدي فرحة عارمة في هذا اليوم، في هذا الصباح العراقي الجميل، أنه نفتتح أول كابينة وبداية المشوار في محافظة النجف الأشرف، تفعيل أول كابينة لأسرع إنترنت موجود في المنطقة وليس في العراق. اليوم راح نشوف السرعة بعد التفعيل المشترك الأول إن شاء الله. النجف لها خصوصية خاصة دون عن كل المحافظات بسبب مكانتها وقيمتها العليا ووجود حرم أمير المؤمنين عليه السلام واعتبارها العاصمة الدينية والعاصمة الثقافية، إضافة إلى أنه أكو بعد شخصي بوجودي بالنجف. أنا قضيت شخصيا قضيت فترة طويلة من حياتي في محافظة النجف الأشرف، واضطريت إلى العمل في مقر الشركة في بغداد، فاضطريت أغادر النجف مع كل الحنين والشوق لوجودي بهذه المحافظة. من خصوصية المحافظة أيضا أنه هي أول كابينة نفتتحها، اليوم إحنا في خامس محافظة لنفتتح أول كابينة في المحافظة. المحافظة الوحيدة اللي كان الاهتمام الرسمي بها لدرجة حضور السيد المحافظ بشخصه. الإخوان يعرفون ولا محافظة افتتحناها كان السيد المحافظين ندعوهم مرة ما كانوا يكونوا موجودين. نشكر الدكتور شكر الجزيل على ظروفهم وقته ومشاغله أنه يكون ويانا اليوم بهذه الفرحة. وأيضا المنطقة المحافظة الأولى اللي يتفضل علينا معالي الوكيل الأقدم أنه هم يكون أيضا حاضر ويانا وتجشم عناء السفر من بغداد رغم كل المشاغل والانشغالات اللي الكل يعرفها. فهذه كل هذه العوامل تعطي لهذه الكابينة اليوم خصوصية خاصة. النجف يتغطي 271 كابينة، احنا اليوم راح نفتتح الباكورة ان شاء الله بالكابينة الاولى، واكو عشرات الكابينات الان جاهزة للتفعيل وراح تفعل كل اسبوع تقريبا ان شاء الله يكون عندنا تفعيل. بس اليوم احنا ندعوكم الى انه بيديكم الكريمة تضعون اول كونكتر، أول بيكتيل لأول كابينة لأول 720 منزل في النجف. والكوادر بالتوازي مع وجودنا اليوم هنا في أول المنازل اللي ربطت فيها الخدمة، عندنا دائرة تلفزيونية مغلقة مع المنزل اللي راح تكون بتفعيل الخدمة، وراح نشوف هنا بدينا ندخل على الحاسب ريموتلي بالمنزل ونعمل تيست لأول خدمة انترنت بسرعة غير مسبوقة.
مثل ما تفضل سيد الوكيل، ال 15 سنة السابقة كان الإنترنت يوزع بالعراق بطريقة الوايرلس، الوايرلس على الترددات الغير مرخصة وبتداخل كبير. إحنا البلد الوحيد اللي بي أكثر من 100 شركة إنترنت، وهذا ما ممكن. يعني تخيلوا بلد بي 100 شركة موبايل، ما ممكن كم الأبراج والتداخل بالترددات. وهذا للأسف هذا حال الإنترنت، ما نال التنظيم المناسب مثل ما نال قطاع الموبايل. بس احنا اليوم الحمد لله وشكرا، يعني المشكله انتهت. هذه ال 15 سنه من المعاناه من الانترنت المواطن بسبب التداخل وبسبب استخدام العشوائي للترددات. اليوم احنا بعد راح نغادر الترددات، كل المخاوف البيئيه وان كانت مبرره راح تنتهي. احنا اليوم مع تقنيه صديقه للبيئه، سرعه عاليه، اذا بالوايرلس البيت كان يوصله في احسن الاحوال 6 و8 او 10 ميجا، اليوم راح يوصل البيت الى حد 150 ميجا، أرقام غير مسبوقة، أكثر من حاجة المواطن الحالية لأي استخدام. وعندنا 3 باقات مختلفة من الاشتراكات، 40 ميجا بت بير سكند و 75 ميجا بت بير سكند و 150 ميجا بت بير سكند. هذه الليفلت إن شاء الله توزع على الموجودين. من نقول 40 أو 75 أو 150 ميجا بت بير سكند، هذه ميجا بت بير سكند حقيقي ديديكيتد للبيت، يريد يسحبها كلها انترناشنال، كلها فيسبوك، كلها يوتيوب، أي تطبيق يعجبه بخلاف ما موجود الآن بتقنية الوايرلس. وإن شاء الله راح يكون يعني إقبال شديد على هذه الخدمة بسبب الجودة المطروحة وبنفس تقريبا معدلات أسعار الخدمة الوايرلس الحالية. هذا المشروع بداياته كانت في العام 2016، كانت الأولوية بناء العمود الفقري الأساسي للبنى التحتية العراقية اللي هو من الحدود إلى مراكز المدن، واللي هذه تمت بوقت قياسي. أيضا المشروع الوطني للإنترنت حقق معجزة اليوم نتحدث بها بكل المؤتمرات العالمية. الشهر الماضي كنت حاضر في مؤتمرين في للFTTH للإنترنت الضوئي في دبي وفي مدينة فيينا في النمسا. نبلغهم نقولهم احنا نفذنا 4500 كيلومتر مع 109 بدالة باك بون في 14 شهر. الكل يقول هذا الانجاز مستحيل، انت تحفر من زاخو الى الفاو، من بدرة الى عرعر 4500 كيلو مع انشاء اكثر من 100 بدالة وباعماق كيبل تصل الى 3 متر في التراب العادية، 2 متر في التراب الصخرية، وتقنية المايكرو ترانش داخل المدن، تكمل ال 4500 كيلو في 14 شهر، رقم قياسي طبعا. هذا اجى نتيجة تضافر الجهود، مساعدة كل الدوائر الخدمية في المحافظات. وغادرنا المرحلة الأولى في العام 2018، كنا مشغلين كل البنى التحتية العراقية على هذا الباك بون اللي هو في محافظة النجف. هذه البناية وصلنا لها من 3 مكانات مختلفة الخدمة، مرتبطة بالديوانية عن طريق مسار، مرتبطة في كربلاء المقدسة عن طريق مسار، ومرتبطة في محافظة بابل عن طريق مسار آخر نفذ بالتوسيع الأخيرة. فما ممكن الإنترنت ينقطع عن هاي البناية بأي حال من الأحوال، لأنه كل هاي الكابلات عليها مراقبة سيارات، مراقبة تحافظ على الكابل من أي قطع. وإحنا اليوم من 2018 لحد الآن لم تنقطع الخدمة عن هذا المكان، بس التحدي كان ما بعد 2018 هو إيصال البناية، إيصال الخدمة من هذه البناية إلى المنازل. تأخرنا بسبب ظروف معينة، لم يسمح لنا بالمباشرة بهذا العمل إلا في الشهر العاشر من السنة الماضية في 2021، وسابقنا الزمن لتعويض التأخير الحاصل والتوقف الإجباري إن لمدة 3 سنوات. سابقنا الزمن، وإحنا اليوم نفعل في المحافظة الخامسة هذه الخدمة، وإن شاء الله مستمر التفعيل. كل المحافظة شافة وكمل الأعمال المدنية اللي صارت. من 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 هذا المنطلق، وقبل ما أبدي بالاستعراض البرزنتيشن أو الفيديو القصير، يعني هذا المشروع ما كان ممكن يصير لولا اهتمام الكوادر العليا في وزارة الاتصالات والاهتمام السيد المحافظ شخصيا ولجونة إلى في كثير من الحالات، والدوائر الخدمية اللي حقيقة تكاتفوا وتعاونوا ويانا في سبيل إنجاز هذا المشروع، وإلا ما تصير الإنجازات الكبيرة بدون تضافر هذه الجهود. اليوم نشوف نبدأ عن المشروع الوطني كيف بدأ.
العراق هو أكبر بلد بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان، أكبر من كل دول الخليج مجتمعة معها السعودية، بس مصر عندنا بالمنطقة أكبر من عندنا سكان. شوية الصوت أقل بالزحمة. إحنا ابتدينا عملنا ب 15 محافظة عراقية ما عدا إقليم كردستان. الـ FTTH مثل ما قلنا بدأ بالـ 21، احنا بالفبراير بدينا بالمترو نتورك، وبأكتوبر بدينا بالـ FTTH. اليوم عندنا وصلنا إلى 500 ألف منزل عراقي، 500 يعني عندنا نصف مليون من أصل 4.5 مليون منزل عراقي. هذه الكابينات، هاي صور حقيقية من الكابينات تنزل بالمحافظات، اللي كل محافظة بتاريخها. يعني إذا نشوف الصور سريعة تصير، بس هاي كل أسبوع لتنزل كابينتين ثلاثة جديدة. إحنا دائما نحرص على التطبيق أعلى معايير الجودة بالتنفيذ والسلامة المهنية. عدنا إن شاء الله حلمنا أنه 4.5 مليون منزل عراقي بنهاية 23، ولهذا جاي نعمل الآن بثلاث شفتات في بعض المناطق. يعني قليلا نسبب إزعاج للناس بالليل، بس مضطرين نريد نسابق الزمن حتى نوصل لهم الخدمة بأسرع ما يمكن. حقيقة وهذا الفيديو هذا المشروع بدأ مثل ما قلنا بالعمود الفقري الأساسي، 5000 أو 4500 كيلومتر الأساسية. انتظر الفيديو الثاني. هذه 109 منطقة قضاء أو ناحية أو مركز محافظة عراقية امتد بها المشروع. هذا تنفذ بين شهر الثالث 2016 إلى شهر الخامس 2017، ودخل الخدمة في نهاية العام 2017. و80% من الساعات العراقية اليوم بالمشاركة مع وزارة الاتصالات تنفذ عن طريق هذا المشروع. اليوم وزارة الاتصالات تقدر تنطي SLA 99.99 لاستمرارية الخدمة بفضل الشراكة مع القطاع الخاص متمثل بشركتي Airthink وسيمفوني. هاي الشبكة نفذت بوقت قياسي، تعتبر إعجاز بالمنطقة وبسرعة غير مسبوقة بالعالم. إحنا تم نحن جائزة أسرع نمو لشبكة إنترنت بالشرق الأوسط، وحسب علمي بالعالم ما كله سرعة إنه نفذ 4500 كيلو في 14 شهر. جينا على هسه بعد ما خلصنا الباكون، جينا على محافظة خلينا هاي الدوار النقاط الخضر اللي هي كريتشينج بدالات، تطلع منها حلقات نسميها رينجز. أكو حلقات رئيسية ثم حلقات فرعية. الحلقات الفرعية تطلع منها كابينات إلى المنازل، كل كابينة بحدود 700 إلى 800 منزل حسب الجغرافية الحي. اللي الكابينات هي هاي النقاط الزرقاء، البدالات هي النقاط الخضراء. احنا نتحدث عن 1,321,000 متر طول يمد لكل، حتى نوصل الى العمود FAT اللي هو العمود عند المنزل. كل 16 منزل راح يتوسطهم عمود تنزل منه الخدمة الى هذا العمود، وسط الخدمة تحت الارض وتوزع وايرلس. في بعض الاحياء اللي قيد الاعمال المدنية راح ننفذ بشكل مؤقت تقنية الكابل الهوائي المعلق، بس هاي ما تتجاوز نسبتها ل 15% من المناطق فقط. احنا عندنا 85% من المناطق راح تكون الكابلات كلها مدفونه مثل ما راح نشوف بالفيديو اللي بعده. فاذا كان اكو في المنطقه اعمال مدنيه او بنى تحتيه تحت الانشاء، فنستخدم الاريال المعلق لحين الهواء المعلق لحين الانتهاء من اعمال القدم. اما المناطق اللي مكتملة فيها البنى التحتية أو لا توجد احتمالية إعادة حفر الأرض، راح ننفذها بطريقة بتقنية الحفر، ويوصل للعمود لحين عند المنزل الكابل مدفون بالأرض لضمان أعلى استقرارية وأعلى جودة. هذا من نقول FAT6، هذا يوزع إلى 16 منزل عادة. إحنا يتوسط المنازل حتى تكون كابلات النازلة أقل أقصى. هذا إذا كانت تقنية الدفن، وهذه 85 من العراق راح يشتغل بهذه التقنية. طبعا
طبعا هذه أعمال يعني شاقة، خصوصا لما ندخل في داخل الأحياء السكنية والتداخل مع أنابيب المياه وإعادة إصلاح كل شيء مع كل الأضرار بأي بنى تحتية طرارية يصير. بالنهاية إن شاء الله راح يكون هذا واحد من البنى التحتية الأساسية. اليوم الإنترنت هو ليست خدمة كمالية بل خدمة أساسية، دول العالم تعتبرها من الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، بل أهم على الأكثر تأثيرا من الكهرباء والماء على الناتج الإجمالي المحلي إذا تطورت في أي بلد، وهو هي عصب الحياة اليوم. الشكر الجزيل للمحافظة المتمثلة بالسيد المحافظ على التعاون. احنا نعرف شقد صعب التداخل مع البنى التحتية الموجودة، بعض الأحيان لا يوجد مخططات لبعض البنى التحتية السابقة، يصير حادث تتضافر الجهود لإصلاحها وإرجاع الخدمة الأساسية سواء كهرباء أو ماء أو مجاري، وثم الإكمال العمل بالإنترنت. شكر الجزيل وزارة الاتصالات متمثلة بالإدارات والقيادات العليا، وأيضا مدير اتصالات النجف الأشرف للاتصالات والمعلوماتية. احنا ابتدينا عقدنا مع شركة الانترنت، الآن تم الاندماج بين شركة الاتصالات والانترنت، واليوم الشركة هي شركة الاتصالات والمعلوماتية. كل الشكر للجهد المبذول من قبلهم بالإشراف على الأعمال والمتابعة معنا وتسهيل أمور المشروع مع الدوائر الخدمية. شكر خاص لكل الدوائر الخدمية بالنجف وخصوصا بلدية النجف الأشرف، اللي لولا تعاونهم ما كان هذا المشروع يرى النور. شكر لكل الحضور والوسائل الإعلام اللي شهدت هذا الحفل، وراح تشوف إن شاء الله اليوم أول تفعيل لأول كابينة وثم أول منزل في النجف الأشرف، ونعمل فحص على المنزل اليوم إن شاء الله أمام الجميع وأمام وسائل الإعلام، وإن شاء الله تتوالى الإنجازات وإن شاء الله نفتتح كابينات، وإن شاء الله نرفع تقرير شهري لسيد المحافظ بعدد الكابينات التي فعلت وعدد المنازل التي وصلت إليها الخدمة، وأيضا بتقارير عن جودة الخدمة من المواطنين النجف الأشرف، ونسبة رضا المواطن عن هذه الخدمة إن شاء الله بشكل شهري تغذى لمكتب السيد المحافظ، وهي بالتأكيد أصلاً موجودة لدى وزارة الاتصالات بالمتابعة اليومية معنا. إحنا اليوم في الوزارة، في مقر الوزارة هناك داشبورد كبير شاشة لاستعراض عدد المشتركين والنمو وشلون يتطور في كل المحافظات للاهتمام الكبير بهذا المشروع. شكراً جزيلاً على حضوركم وعلى كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للدكتور على جاسم الرئيس التنفيذي لشركة إيرثلينك على هذه الكلمات وعلى هذه الجهود المبذولة، وندعو له ولكوادره بدوام التوفيق والسداد. الساعات الكبيرة اللي كانت تحدث عن الحياة الأرياف.